حيث حظي مهرجان ربيع بريدة 41 بالعديد من المناشط والفعاليات التي تشارك في تنظيمها وتنفيذها أكثر من 20 جهة حكومية وفرق متخصصة بمنتزه القصيم الوطني ببريدة. طبعا يستهدف هذا المهرجان كل أطياف الأسرة ومختلف الأعمار وفق طابع ترويحي يمزج بين المفهوم السياحي لمعطيات البيئة المحلية وما بين أيضا المؤثرات والمخرجات الحضارية الحديثة لتجعل من أرض المهرجان مقصدا يحقق فيه الزائر بكل تأكيد رغباته وتطلعاته. 20 جهة حكومية عبد الله مشاركة في هذه الفعاليات، يعني الجميل في مثل هذه الفعاليات المشاركة في جميع الجهات الحكومية، ليس فقط الجهات الحكومية، الشركات، المواطنين، الأهالي، دائما ما يكون في العمل جماعي من طبعا. أجل نجاح هذه الفعاليات، خصوصا المواسم. اليوم قاعدين نشوف المواسم اللي تحققت في مناطق المملكة، الطموح صار عالي. في منافسة بين المواسم؟ ما عاد فيها، لازم تصير في منافسة. اليوم الطموح عالي، يعني ما كل منطقة ما راح ترضى بالأقل، الكل مستوى الترفيه وأيضا البيئة الترفيهية تطور، فبالتالي خلاص الفعاليات القديمة الكلاسيكية التقليدية ذي ما عاد أحد بيجي، ما راح يجيها أحد ولا حد يبيها، فبكل تأكيد أنه أصبحت المنافسة والتكاتف من الجهات لتحقيق المستوى الأعلى من الخدمات، وبالتالي اللي يلبي رغبات الأهالي. عشان نتعرف على الخدمات ونشوفها، ينضم إلينا من بريدة مراسلنا خالد الربعي. أهلا يا خالد، صباح الخير. صباح الخير خالد. صباح النور عبد الله، صباح النور سارة، وصباح النور لمشاهدي قناة الإخبارية. يعني صباح جميل بارد جدا هنا في بريدة وفي منطقة القصيم، درجة الحرارة تتجاوز لا تتجاوز 7 درجات مئوية حتى هذه اللحظة، فجر اليوم 4 درجات، يعني الجو جدا بارد. رغم برودة الأجواء إلا أن الناس هنا في القصيم حقيقة يشعرون بالدفء، لأن الأجواء هنا في منطقة القصيم وخصوصا في هذا الموقع الذي أتواجد فيه الآن وهو مقر مهرجان ربيع بريدة 41، يعني أجواء أو مكان تنزه يعتبر من الأماكن التي يرتادها أهالي بريدة وأهالي القصيم على وجه العموم. عندنا في بريدة رمال العسيلان والطرفية، وأيضا عندنا في عنيزة الغضاء، وأيضا في البدايع الغضاء، يعني أماكن تنزه يستمتع بها أهالي القصيم لأنهم يعشقون فعلا يعشقون البر ويحبون صراحة الشتاء. يتميز مهرجان ربيع بريدة عبد الله سارة في بأنه يعني في موقعه وفي توقيته. إذا تحدثنا عن الموقع فكما ذكرت يتواجد في الطرفية وهي أحد المتنزهات البرية التي معروفة في منطقة القصيم، وأيضا في توقيته لأنه دائما ما يتواكب مع موسم الشتاء. أتواجد في هذا المقر وتحديد المخيم أمانة منطقة القصيم التي تشارك في مهرجان ربيع بريدة 41. طبعا هذا المهرجان يقام للمرة 15 أو للسنة 15، اعتاده وأحبه أهالي مدينة بريدة. أيضا لدينا هناك مهرجان الغضا في عنيزة، لدينا أيضا مهرجان الربيع في البدائع، مهرجان المذنب. كل محافظات منطقة القصيم استغلت هذه الإجازة بأن وضعت لها هذه البرامج وهذه الفعاليات. أتواجد كما ذكرت في مخيم أمانة منطقة القصيم التي تشرف بشكل دائم على مهرجان ربيع بريدة، والملفت واللمحة الرائعة حقيقة أن هذا المهرجان يحركه ويدير عجلته أكثر من 450 شابا وفتاة، أكثر من حوالي 50 فعالية تقام في هذا المهرجان. هذه الخيمة يشرف عليها الأستاذة أميرة الصريخ، يعني السيدة هنا في منطقة القصيم بدأت الحقيقة فعلا تتسيد وبدأت تحرك عجلة التنمية برفقة الرجل. هذا المكان بقيادة الأستاذة أميرة صريخ، وهي طبعا رئيسة البلدية النسائية الفرعية في أمانة منطقة القصيم. اسمح لي عبد الله، اسمح لي سارة أن أخذ معها بس دقيقتين. حياك الله أستاذ أميرة، صباح الخير. حياك الله أستاذ خالد، كيف حالك؟ وجود مخيم أمانة القصيم، وجود بلدية نسائية، وأنت كأول قائدة في منطقة القصيم، في أمانة منطقة القصيم، يعني إيش الدوافع؟
طبعا استاذ خالد وحي الجميع. أمانة منطقة القصيم تشارك في أي فعالية في رحاب المنطقة، لا تتأخر ولا لحظة أنها تشارك. طبعا إما تشارك بخدماتها، بتقديم خدماتها فقط، أو تشارك بخدماتها وأجنحتها. بالنسبة لمهرجان ربيع بريدة، شاركت الأمانة بالخيمة الأمانة تعريف للزوار بخدماتها، التقرب من المواطنين، تعريفهم بخدمات الأمانة المقدمة منها، بالإضافة إلى مشاركة الإدارات من الأمانة. عندنا 9 إدارات مشاركة في خيمة الأمانة: الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، الإدارة العامة لصحة البيئة، البلدية النسائية برضو مشاركة، الإدارة العامة للموارد البشرية، الإدارة التطوع البلدي مشارك أيضا، والمجلس البلدي، وإدارة سيارة الحدائق. يدير الخيمة فوق 50 موظف، سواء هنا موجود في الخيمة أو خارجها. أقمنا في الخيمة 50 فعالية كلها توعوية بخدمات الأمانة، منها اسأل بوعي ورحلة مستفيد من البلدية النسائية، الموارد البشرية أقامت دورتين، دورة اللي هي كيف تكتب سيرتك الذاتية، المقابلات الشخصية، الإدارة العامة لصحة البيئة عندها البرنامج اللي هو اسأل مستشار منشأتك، برضو عن طريق تغليف اللحوم الصحية. الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أقامت فعالية بعنوان إضاءات، اللي هي زيادة وعي الزوار بالإنارة الجديدة التي قامت بدعمها وتركيبها الأمانة في الطرقات. هذه أسباب مشاركة مهر الخيمة. شكرا أستاذة أميرة الصريخ، يعطيكم العافية. نعم سارة عبد الإله، يعني ما أريد أن أطيل عليكم، ولا أدري أن البرنامج عندكم، لكن يعني آخر حاجة ممكن أقول أن ندعوكم لشتاء القصيم. يعطيك العافية خالد، كنت معنا من بريدة مراسلنا خالد الربعي. شكرا خالد.